مكالمة تليفونية كانت هي السبب والحكاية وراء إنشاء هذا الصرح الفني العريق مسرح البالون. كان المتصل هو الفنان الكبير يوسف وهبي، وكان على الطرف الثاني الفنان السيد بدير المستشار الفني لفرق التلفزيون المسرحية، وكان التاريخ في عام 1960. حكى يوسف وهبي للفنان سيد بدير عن عجوبة شاهدها في إيطاليا وفي أوروبا، وهي مسرح على شكل بالون قابل للفك والتركيب في ساعات قليلة. وكان هذا المسرح في هذا الوقت معروض للبيع بسعر معقول جدا بل زهيد في إيطاليا، وقرر السيد بدير التصرف وإتمام الصفقة وشراء هذا المسرح ليصل إلى الأسكندرية في عام 1962، وتقدم عليه أول العروض في حي كوم الدكة في الأسكندرية، وقدمت أول العروض عليه فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة القاهرة الاستعراضية، فرقة الأنوار اللبنانية. يسعدنا أن نتواجد الليلة هنا على نيل القاهرة في حي العجوزة في مسرح البالون، لنقدم لكم حلقة خاصة جدا عن الفرقة الفنية الأشهر في مصر وفي العالم العربي، فرقة رضا. فأهلا بكم في أطياف. في عام 1954 بدأ الفنان محمود رضا تأسيس مشروعه الفني الكبير فرقة رضا. فرقة رضا التي أصبحت أيقونة في عالم الرقص الشعبي ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله. أمضى الفنان محمود رضا 5 سنوات لتأسيس وتكوين فرقته الفنية فرقة رضا للفنون الشعبية، وطاف خلال هذه الفترة في كل النجوع والقرى المصرية ليرصد عاداتنا وتقاليدنا، ليرصد طريقة الملابس والاحتفالات والرقصات لتعبر الفرقة عنها، لتكون هي التعبير الأمثل لحلاوة شمسنا. فرقة رضا بدأت أولى حفلتها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وعلى مدى مشوارها الطويل كانت هي التعبير الأمثل عن الروح المصرية. في هذه الليلة نقدم حلقة خاصة للفرقة الأشهر في تاريخ مصر، تاريخ الفنون الشعبية، فرقة رضا، ونلتقي مع عدد من المسؤولين عن الفرقة، عدد من الفنانين للحديث عن الفرقة في التاريخ، في الواقع، في المستقبل. فأهلا بكم